اهلا بكم متابعين قناه راديو كوره، ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه عشان توصلكم اخر الاخبار وكمان البث المباشر لاحدث المباريات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك. الخبر اللي معانا دلوقتي هو تحليل منتخب الكاميرون قبل مباراه مصر في نهائي كاس امم افريقيا. كلنا طبعا مستنيين نهائي كاس امم افريقيا 2017 واللي هنشوف فيه مصر ضد الكاميرون. كلنا طبعا متابعين ماتشات مصر، لكن بالنسبه للكاميرون مش كلنا متابعين ماتشاتها. اولا بالنسبه للنهائي هيكون يوم الاحد 5/2/2017 الساعه 9 مساء بتوقيت مصر. في الفيديو ده هنركز على نقاط القوه لمنتخب الكاميرون وهنعمل تحليل سريع لقوه الفريق. نقطه القوه الاولى لمنتخب الكاميرون هي الضربات الثابته. استخدمت الكاميرون نقطه القوه دي ضد بوركينا فاسو، وقدر منتخب الكاميرون انه يحرز هدف من ركله حره في الدقيقه 35 عن طريق بنيامين، واستخدمت نفس النقطة دي أمام غانا، وقدر ميشيل لاعب الكاميرون في الدقيقة 72 إنه يجيب جون من ضربة ثابتة. نقطة القوة الثانية التصويب عن بعد، واستخدمت الكاميرون النقطة دي ضد غينيا في دور المجموعات، وبعد ما كانت الكاميرون خسرانة بجون قدرت تسجل جونين بنفس الطريقة، الأول في الدقيقة 61 عن طريق سبيستيان، والتاني في الدقيقة 79 عن طريق ميشيل. نقطة القوة الثالثة حارس مرمى الكاميرون. الحارس فابريس عنده 21 سنة، ملعبش ولا مباراة في الدوري الممتاز الكاميروني، لكن أثبت جدارته بالانضمام للمنتخب الكاميروني. قدر فابريس انه يصد هجمة في الوقت الضايع من الجابون، وبالصدة دي حصدت الكاميرون نقطة واجتازت دور المجموعات. وفي الدور نصف النهائي اتصدى لضرب الجزاء سددها ساديو ماني مهاجم ليفربول علشان تفوز الكاميرون 5-4 بركلات الترجيح، بعد ما حافظ على شباكه نظيفة أمام السنغال. نقطة القوة الرابعة هي الأجنحة. بيمتلك منتخب الكاميرون نقطة قوة مهمة بتتمثل في كارل توكو لاعب أنجيل فرنسي، واللي بيلعب في الجناح الأيسر وبيملك مهارة وقوة جسدية اللي بتسهله مهمة اختراق دفاعات الخصوم. في الجانب الايمن بيلعب كريستيان المحترف في فريق اولبورج الدنماركي، وقدر انه يسجل هدف في البطولة وساهم في فوز الكاميرون في عدد من المباريات، وده لانه بيمتلك سرعة ومهارة فائقة في خلق فرص لزملائه. نقطة القوة الخامسة هي الشوط الثاني. سجل منتخب الكاميرون معظم اهدافه في الشوط الثاني. سجلت الكاميرون في مباراة غينيا في الدقائق 61 و79، وأحرز منتخب الكاميرون هدفين في غانا في الدور نصف النهائي من البطولة، وكانت في الدقايق 72 و90. في نهاية التحليل، الماتش مش سهل على منتخب مصر، لكن مصر بتمتلك العنصر المفقود من منتخب الكاميرون وهو الخبرة، وفي النهاية كل التوفيق لمنتخب مصر بالفوز بالبطولة إن شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد، ومستنين تعليقاتكم واقتراحاتكم لتطوير القناة، وشكرا لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش كمان تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد مننا. قناة راديو كورة، أخبار الرياضة كلها في إيدك.